السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أحوالكم؟ أتمنى تكونوا بألف خير. معكم قناة أرتي فاشن، قناة مختصة في الموضة وفي الملابس المصرية والتركية. اليوم اختاريت لكم موديلات ديال الترنجات اللي هما السوغفيتات. تبعوا معنا الفيديو تالاخر وغادي يعجبكم إن شاء الله. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو ديالنا، ما تنسوش ضغطوا على القناة ديالنا الجديدة، غنخلي لكم لوليان ديالها الفوق، حاولوا تضغطوا عليه، غتلقاو فيه أجمل فساتين تركية. فكنتمنى تدخلوا ليها، تشاركوا فيها، وتضغطوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس باش تدعمونا. مهم نبدأ الفيديو على بركة الله. الفيديو ديالنا اليوم اللي هو عبارة على الترنجات اللي هما السوغفيتات، أجود أنواع الترنجات الصيفية. الترنجات كتكون من قطعتين من ثلاث قطع، موديلات جميلة سيمبل. الخامة ديالها ميلتون قطن، ميلتون ليكرا. المقاسات ديالها كيبداو لارج، اكس لارج، 2 اكس لارج، 3 اكس لارج، حد 4 اكس لارج، على حسب كل موديل. موديلات مقاسات عادية، موديلات البيك سايز. بيك سايز تقدر توصل حتى 6 اكس ال. الموديلات الالوان ديالها الوان فاتحة صيفية، والوان العادية اللي هو الاسود هو اللون الموحد، صيف شتاء خريف ربيع كنخدمو به. الوان تانية الموطارد اللي هو خارج موضة ديال 2020 بصفة عامة، صيف وشتاء 2020 الموطارد. كاين التركوا، الموف، على حسب جميع الاشكال والالوان اللي كي تناسب كل الاذواق. بالنسبه للاشكال كيف ما كتشوفوا معنا في الصور، اشكال متنوعه. الترنجات اللي اختاريت لكم اليوم ترنجات خروج وترنجات بيتي. السيدات اللي كيبغوا سوغفيتات في البيت ديالهم باش يكونوا متانقات، والسيدات كذلك اللي كيفضلوا الخروج بالترنجات اللي هما السوغفيتات، الخروج بهم، الخروج بهم برا النوادي الرياضة، فهم الصراحة كيكونوا عمليين أكتر. أنا بالنسبة لي كنفضلهم. فغتلقاو موديلات جميلة جدا، موديلات متنوعة. تابعوا الفيديو تالاخر، وأي استفسار ممكن تخلوا لنا تعليق أو ترسلونا على الرقم المصري والرقم المغربي. غتلقاو اللينك ديالو أتلقونا مخلي لكم أسفل الشاشة، وكذلك نخلي لكم في صندوق الوصف. كنتمنى الفيديو يعجبكم، تبعوا معنا الفيديو تالاخر، وهناك شحن لجميع الدول العربية والأوروبية. ولأي استفسار احنا كنتسناو التعاليق ديالكم والرسائل ديالكم، وغادي نجاوبكم في أسرع وقت وفرجة ممتعة.